انه ما حدا بحق له يتدخل، ننصح بعض بس ما حدا بيتدخل. نحن من يعني ما بصير نحكي اصلا هون، يعني انا ما بعرف ليه هلا انا هون وعم بحكي. خلص سكروا عن موضوع ما بينحكى هون، لانه ما بصير ينحكى هون، و لانه هاي علاقة بين اثنين، ما بصير يكون في واحد ثالث يفوت فيها. انا لا، بس انه هي مو فرض، لهيك ما حسوا. عم يقولوا لي مصطفى عم يسمعك، اذا عم تسمع فانا بقول لك انه الشيء اللي عملته غلط كثير، وبس سكرنا الموضوع. انا عمري 1 6، انه هيك 1 هون و6 هون. يا ربي اجاني شي كتير كتير بضحك. هي سكرت ليلى لسه، ليلى بس مسكرة. اسمعوا، روحوا لعند ليلى وقولوا لها طالبتك حلفت، ابعتي لها طلب. ليلى عرفتوها؟ من وين انتي؟ من حمص؟ من وين يا حلا؟ من حمص. روحوا لعند ليلى قولوا لها حلا طلبتك، خليها تفوت معي. شكرا أحمد، شكرا حلا. أوه حلا وحلا نفس الاسم، كفو. ليلى شو سر عيونك؟ ليلى طالعة جيست. أوه أوكي. جايز المهم تبعني تبعني، أنا من حمص. من وين؟ من حمص. أنا من كرم زيتون. حلو، حلو المنطقة هنيك. ساكنة بهولندا. شبه عيونك؟ ولا شي؟ سوا شوي. اوكي وصلني صوت، فكنت عم بسمع. هذا علام سوريا. وقعت هون كمان، هون بس مو متحمرة فما أنا مبين. وقعاني يا أصدقائي الأعزاء يا أحباء، وقعت. الله لا يحط حدا مكان يوقعه نفس الوقعة اللي أنا وقعتها، لأنه وقعت وقعة هي وقت كنت صغيرة. ليلى شو سر عيونك؟ كيف خلتيني غريب؟ أنا من المدينة بس ما بعرف من وين بالضبط. فلافل 4 أقراص. شكرا عظيم. يطلع 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 مع بنات، بنات عايشين بدمه، لأنه يطلع. ليش عمرك 1 6؟ لا ماني مخطوبة ولا أنا مجوزة. عمي ساكنة انتي؟ وين ساكنة؟ بهولندا؟ بشنو؟ بشنو؟ بشنو ايش؟
مصطفى يصطفل، أنا ما فيني أجبر حدا يضل معي، خلص سكروا عن الموضوع، ما بده يصطفل. أنا من وين؟ أنت أكبر وحدة؟ لا، أنا بالنص، في عندي أخ أصغر مني وأخت أكبر مني. هلو، هاي، شو اللي اسمه مصطفى البايو؟ حبيب، انت عم تقول عن مصطفى، عم بتقول له حلا طلبتك، وعم تيجي يعني تقول مصطفى طالبك، شو الموضوع؟ كم عمرك؟ 61. كيفك؟ والله تمام، خلص سكروا الموضوع بيني وبينه، تمام؟ نحنا هيك هيك ما عاد نطلع لايفات سوا، خلاص أنا حكيته يعني، كان الحكم وبس. أختي جمال شو رأيك؟ شكرا. كنت بعمرك ما أعرف شي، لأنه الزمن تغير حبيبي. ثواني شوي. سؤال، شو قصة هذا اليوم؟ هذا اليوم قال بكفر ذنوب سنة لورا؟ شو لازم نعمل يعني هلأ؟ أبو جميل، شخصية من أبو جميل؟ قال اليوم بشيل ذنوب. إيش اسم صفحته؟ اكتبي مصطفى العدلي بيطلع لك بوشه، بس ليه؟ تصومي؟ والله يعني بكرة لازم نصوم، انه انوي الصيام بكره، بس بكره ولا اسبوع ولا؟ شكرا على ولد فلافل، فلافل 4 قراص، الله اكبر، فلافل 4 قراص. اسبوع اسبوع نصوم، بتبلش من بكره، بس بكره. مصطفى عم بحكي في نفس اليوم، ليش الصيام؟ قال انه بيكفر، بيغفر سنة. لا لا،